رمضان كريم. السلام عليكم، رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير. حلقتنا اليوم حلقة مختصرة جدا، رح نحكي فيها عن التعذيب، أساليبه وأنواعه. مين منا ما شاف أو داق بحياته العذاب؟ أكيد كلنا دقنا العذاب، وحتى إنه شفنا منه أنواع مختلفة بطعمات ونكهات مختلفة. عندكم مثلا العذاب الوجودي، هذا العذاب اللي بتفرضه عليك الحياة من أول ما بتزمط من بطن أمك، وبيجي هداك الدكتور أو القابلة القانونية بتسلخك أو بيسلخك هداك الكف على أفاك، وانت بتصرخ هداك الصريخ، هون بتعرف انه ناطرة بهالدنيا ما لا نهاية. اذا من أولتها كف على أفاك، لا والناس حوالين أمك بيكونوا عم يباركولا وعم يزلغطوا من فرحتهم بجيتك على هالدنيا، وانت عم تبكي من هالكف اللي استقبلوك فيه. ايه خرجك؟ حدا قال لك ترفص بطن امك وتطلع؟ كنت خليك مقبور جوا اكل شارب نايم، شو كان صاير عليك يعني؟ وفي عندك التعذيب التربوي، هذا النوع من التعذيب بيكون بالاتفاق بين اهلك والمدرسة اللي انت فيها. يعني ابوك بيبصم للمدرسة بالعشرة انه اللحم الكون والعظم النا، وعلى اساس هذا العقد المبرم بيصيروا الأساتذة بيتفننوا بضربك، شي فلقة، شي ضرب بالمسطرة، شي زحف بالباحة، وهلما جرا. وإذا اشتكيت لأهلك طبعا أبوك حيقلك خراس ولك حيوان، أصلا لو ما كنت مشيب الأستاذ ما بتاكل قتلة. ما أحلاه أبوك يوقف بصفك ضد الأستاذ، ما في عقد مبرم وموقع عليه. وفي التعذيب التطويري، هذا النوع من التعذيب لما عالطالعة وعالنازلة بتاكل رفسة من أبوك من هون أو فركة إذن من هنيك، مو لأنه بيكرهك لا، بس لأنه بده يخليك تتطور من مرحلة إنك إلى مرحلة تصير رجال، وطبعا بيصير بسمعك نفس الديباجة بكل قتلة بتاكلها لك. أنا لما كنت بأمرك كنت أكسر الصخر بأظافير إيدي لك. أنتو جيل نعنوع ومدلل، جيل البسكويت مو مثل جيلنا لك. يا ما أكلت قتلة من أبوي من تمساكت، مو مثل ما بتلقى دفشة. ما احترمنا للبهات طبعا. طبعا ما رح ننسى نبع الحنان ودور الفعال في التعذيب، ولكن للأمانة وباعتبار قلبة طيب وبعز عليها ترفعك فلقة بالعصاية، فنبع الحنان ما عنده غير سلاح وحيد، الشحاطة. ما بيفرق نوع الشحاطة، بلاستيك، زنوبة، كاوتشوك، المهم لا تحاول تهرب لأنه تسديدة الست الوالدة لا تخيب. قناصة محترفة، وهالقنصة مشان تتربى يلي بلا ترباية. Don't forget to clean your room. I'm a grown man. Don't tell me what to do. No, I didn't mean it. No, don't! Choose your weapon. Enemy UAV. We're taking heavy losses. بس في مين بيمارس أساليب تعذيب بيكون اللي عم يعملها بيعتبرها تسلاية وفشة خلق، مثل لما شي معتقل بيقطع أصبع من أصابع إيده. يعني شو صار؟ عنده بداله انتسع أصابع؟ شو وقفت الشغلة على هالأصبع؟ بعدين المحقق لما بيكون طايش حجره وداق خلقه من الأخذ والعطا وبإيده سيجارة، إيه وين يعني بده يطفي سيجارة؟ معقولة يوسخ الأرضية؟ يعني شو حيصير إذا طفاها بجسمه للمعتقل؟ إيش دي يصير؟ وطرق التعذيب اختلفت كتير على مر العصور،
مثل التعذيب بالخازوق أو المثقب وغيره، غيره كتير من الأدوات والأساليب اللي كانت بتخطر على بال الشخص اللي عم يعذبك. فما فيها شيء إذا قلعوا لك عين، ضروري يكون عندك عينتين مثلا ولا رجلتين، خلي يكون عندك من كل شغلة قطعة، حتى كتير عشر الأصابع بكفي إصبع واحد، لا شو البعزقة. بالختام، نحن ما بنقصد الإهانة لأي أحد، ولكن حبينا نسلط الضوء على كيف بيفكر الإنسان المريض اللي بيتلذذ بتعذيب الآخرين وبيشعر بالسعادة لما بيشوفهم عم يتوجعوا وبيتألم. حبينا نسلط الضوء على كيف إنه بتختلف أدوات التعذيب باختلاف المكان اللي أنت فيه والشخص اللي عم يمارس عليك هذا التعذيب. شو ما كان نوع التعذيب، بالنهاية التعذيب هو شيء غير إنساني وغير أخلاق. عافانا الله وإياكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم. رمضان كريم.